لو الحكاية فيها إن فيتو. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله الجسيم وعدم مراعاته للوائح والتعليمات، بأن قام بالتعدي على إحدى خطوط السكك الحديدية حتى إن شمس السويس، بأن أنشأ معبر البيت غير قانوني ووضع لافتات استرشادية مؤدية إليه، وقيام قائد الحافلة رقم 33 أتوبيس مدارس الغربية وهو متوفي باتباع تلك اللافتات، وقيادة مركبة آلية لإحدى المدارس، وعبور شريط السكك الحديدية آلفة البيان، مما أدى إلى اصطدام القطار رقم 311 بالحافلة رقم 33 أتوبيس مدارس الغربية، مما ترتب عليه إصابة المجني عليهم بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أودت بحياتهم على النحو المبين من التقرير. ثانياً، تسبب خطأ في إصابة المجني عليهم المبينة أسماءهم بالتحقيقات والبالغ عددهم 26 شخصاً، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله الجسيم وعدم مراعاته للوائح والتعليمات، وذلك على النحو المبين من التهمة السابقة، مما ترتب عليه إصابة المجني عليهم بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات.